فإن حزب الله هم الغاضبون. حين وقعت حادثة العقبية تعددت الروايات، ومعظمها ركز على أن الحادثة بنت ساعتها ولا خلفية سياسية أو حزبية لها، وكل ما في الأمر أن غضب الأهالي أدى إلى ما أدى إليه من مقتل الجندي الإيرلندي. أرسلت إيرلندا فريق تحقيق إلى لبنان، لم ينشر فريق التحقيق ما توصل إليه. غابت الحادثة عن شاشة الرصد الإعلامي، فساد الاعتقاد بأنها طويت أو تراجعت على الأقل. لكن هناك من كان يعمل ويواصل التحقيق، هو القاضي فادي صوان، فوصل النتائج نسفت كل روايات الحادثة العفوية وغضب الأهالي. ولتؤكد هذه النتائج أن الحادثة مدبرة ومخطط لها من حزب الله. لكن كل ذلك ماذا يعني؟ في الحسابات العملية لحزب الله، تقرير مقتل الجندي الإيرلندي لا يقدم أو يؤخر بالنسبة إليه. أقصى ما يمكن أن يحدثه هو انضمامه إلى تقارير سابقة تطال حزب الله، لعل أبرزها قرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، والتي اتهمت حزب الله بعملية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسمت المتورطين بالتنفيذ. ومع ذلك ماذا حدث؟ أطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ليعلن أن هؤلاء ليسوا مجرمين بل هم قديسون، وأن اليد التي ستمتد إليهم ستقطع. أحداث مشابهة وتقارير مشابهة والنتيجة مشابهة. حزب الله يرمي التقارير والأحكام في سلة المهملات، والردود على الاتهامات جاهزة وتراوح بين الحادث العرضي والفردي وغضب الأهالي. المعضلة أن الدولة تقف عاجزة عن تنفيذ الأحكام في حق الدويلة. كالعادة الحزب يتبرأ، فبعد أقل من 24 ساعة على صدور قرار القاضي صوان، رفض مسؤول في حزب الله التعليق على القرار الظني، وأكد أنه في الأصل ليس طرفاً في المشكلة بين الأهالي وبين الدورية الإيرلندية، موضحاً أن الحزب لعب دوراً كبيراً في تخفيف التوتر في تلك الحادثة. الحزب ذهب أبعد من ذلك، وفيما يشبه التنبيه اعتبر أن لا مبرر لإقحام اسمه في تصريحات المصدر القضائي مستغرباً. كان الشعار يقول فإن حزب الله هم الغالبون. بعد الذي حصل في العقبية يبدو أن حزب الله بدل شعاره ليصبح فإن حزب الله هم الغاضبون.